تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى فيديو جديد. بعد الانتشار الذي انتشر في السوشيال ميديا للشيخ المقرئ محمد الفقيه قلده الجميع ما شاء الله والقبول، يعني الجميع إذا سمع التلاوات ما يمل من صوته، فنسأل الله له القبول والثبات. فقلده الجميع، وكان البعض يقول إن الذي أشهره هو الدبعي، الشيخ الدبعي أو الحاج الدبعي، والبعض يقول ليش يقلده والبعض كذا، هذا شيء طبيعي. فالآن ها هم المشايخ والمقرئين وأغلبيتهم في التيك توك يقلدونه، نتابع أيضا هذا المقرئ لا أعلم من أين، ولكن أيضا يقلد في صوته هو. اللهم أن تقرر التلاوة بس تركب الصوت حق الشيخ محمد الفقيه لعذوبة صوته فتطلع هذه التلاوة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أيضا بعد الانتشار هذا تفاعل محمد الفقيه وظهر يعني ووضح للناس، والحين ما شاء الله نزل كمان سورة النساء والمائدة، كان أول يوجد في قناته على اليوتيوب سورة الفاتحة والبقرة والعمران، الآن النساء والمائدة، وأيضا عنده صفحة في التيك توك ووضح عن أنه هو صاحب الصوت وأن هذا حسابه الشخصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أخوكم صاحب الصوت الذي انتشر في الآونة الأخيرة، المقرئ محمد الفقيه، سأل الله القبول. فالانتشار يعني انتشار غير طبيعي ما شاء الله، حتى أنا عندي فيديو يعني يعتبر أعلى مشاهدة في القناة هو الفيديو الذي تبعه، يعني كان نتحدث عنه. فنسأل الله له القبول والثبات وأن يجزيه خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.